Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ma cuisine. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer 10 œufs. Ndouzou l'maqadir wa tariqat at-tahdir. Pour l'maqadir, nza'ou l'bid, 3 habbat bid, 3 œufs. Habba basal, 2 tomates. حبة نتاع الفلفل اللي ما يحبش الفلفل الحار يتسغنى عليه شويه نتاع الزيتون الاسود دو كويه صوب دالويل بصل فلفل غادي نخلي البصل يتقلى حتى يتحمر شويه ولا خليت البصل يتقلى جيدا لا طوماط خرجت الفلفل جيمي ان بو دو سيل شويه نتاع الابزار ان بو بابريكا شويه نتاع التحميره البيض طربت البيض نخليو البيض يطيب الزيتون شويه نتاع الجبنه لا كريم شويه نتاع البقدنوس باش نخلي البقدنوس دون الفريغو والثلاجه جي مي دي بابي جي لو كوب اي جي لي ليس سا دور اون سيمين 7 ايام فوالا البيض بالصحة والراحة يبون بيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكلة سريعة فسيل إغبيد